السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وأخيرا وأخيرا وأخيرا. طبعا أعتذر على الإطالة، أنا تأخرت في الفيديو كله علشان أتأكد تماما أنه فعلا شغال هذا السولو لوبي، طبعا لأني أنا أخذته من أجنبي، من شخص أجنبي طبعا عامل كودات وكذا، فقلت خلينا أول حاجة أجربه على جهازي وقبل ما أبلش الكل وأبلش المشتركين معايا. ففعلا اشتغلت الان عليه اكثر من 11 يوم 12 يوم تقريبا، وفعلا حرفيا سولو لوبي ما في اي مشاكل نهائيا. وزي ما انتم شايفين الان يعني جالسه حيوانات الاسطوريه ترسبن معي، احداث كثيره ترسبن معي، الحمد لله ما واجهت اي كراشات واي مشاكل. يعني ممكن في البدايه لما نشغل اللعبه يجيك كراش كراشين وبعدها خلاص يضبط معك ويكون شغال معك زي الحلاوه. فاليوم ان شاء الله راح اشرح لكم شرح كافي ووافي، ابغاكم تركزوا معايا، الموضوع مره سهل ما في اي صعوبه، خليكم معي وان شاء الله باذن الله تعالى برجع لكم. يا اهلا وسهلا بكم مره ثانيه، الله يعطيكم العافيه. طبعا انا بحط لكم رابط ضروري جدا، تدخلوا على هذا الرابط راح تفتح معكم كلام نصوص نصيه تحفظوها بالكامل ضروري جدا. طبعا بعد ما تحفظوها كل اللي عليك انك تفتح نوت باد من كمبيوترك. يلا نروح نفتح على النوت باد او مفكرة او مذكرة الى اخره، طبعا تنسخها بالكامل. طيب بعد ما نسوي لصق ضروري جدا طبعا تنزل لاخر السطر، اخر شيء تضغط انتر عشان تنزل تحت اخر جملة، وتكتب اي ترميز لك، يعني اي احد معك، يعني مثلا احنا ندخل مثلا سولو لوبي او برايفت سيشن، او مثلا ارثر داتش، معرفك، اسمك، اسم الجروب والكلان تبعك. ليش؟ لانه ممكن تنسخه او توحده ملف واحد وصير تعمله برايفت سيشن. فعلا يعني في برايفت سيشن تقدر تسووها، يعني هذا شيء جدا ممتاز. طيب كيف نحفظ الفايل هذا؟ طبعا اخر شيء تضغط all file وفوق تكتب startup.meta، ضروري جدا تكتبوا هذا الترميز لانه صاحب الملف وصاحب الحركه هذا هو اللي عاملها. انا مشيت يعني خطوه بخطوه وفعلا ضبط معي في اقل من دقيقتين والله، وضبط معي الحمد لله. طبعا تحفظوا الملف ايا كان في الملف، سواء كان في المستندات او كان في سطح المكتب. بعدها باكم تدخلوا على ملف اللعبه، لعبه ريد ديد ريديمشن. طبعا هي حتكون بهذه الطريقه وبهذه الصيغه، ملفات البرامج وبعدها ستيم، ستيم اب وكومون، وبعدها تروح على ريد ديد ريديمشن 2 اكس 64 الملف، وبعدها تروح على الداتا وتدخل هذا الفايل اللي نسخناه في المذكره. طبعا تروح على السي او مكان ما انت حافظ تبعك اللعبه، طبعا انا حافظه على السي. تنزل تحت طبعا حتلاقي نفس الكلام اللي معلم لكم عليه فوق، الستيم، بعدين ستيم اب، شوفوا انا اقرب لكم اياه، ستيم اب، نبحث عن الستيم اب. لازم نطابق بنفس الكلام عشان لازم نلاقي الملف. بعدها على الكومون، لا نرجع للخلف حنلاقي الستيم اب. طيب ستيم اب هذا هو، وبعدها على الكومون، وبعدها على ريد ديد ريديمشن 2، بعدها نبحث عن الفايل اللي هو اكس 64 تقريبا. طيب وبعدها نروح على داتا وننزل الملف هنا، تنسخ الملف هنا في هذا المكان. خلاص كذا اضمن لك انك راح تخش على سولو لوبي. اذا تبغى ترجع زي ما كنت اول، احذف الملف بكل بساطه، يعني نفس الطريقه. طبعا خلاص كذا الان نشغل لكم اللعبه عشان تتاكدوا انه فعلا الوضع سليم. طبعا بامكانكم تحذفوه زي ما قلت لكم، يعني انه اذا في حاله انك تبغى ترجع زي ما كنت تلعب مع الشباب وتلعب في سولو عام، احذف الفايل. طبعا بياخذ شويه وقت عشان ندخل على اللعبه. طبعا انا شرحتها لكم بهذا الطريقه عشان تكون واضحه معكم، لانه ممكن لو
عملت لكم قصاصات وكذا وصورة توضيحية. ممكن في كثير راح يرجع يسألني يقول لي كيف، لا ما أعرف، طيب كيف أخش على الفايل تبع ريد ديد ريديمشن؟ فأنا سويت لكم إياها قدامكم وبطريقة عملية. طبعا ممكن أحيانا يثقل معي أنا طبعا البرنامج، عشان البرنامج التسجيل ثقيل شوي، فأحيانا تسوي لي كراش اللعبة مرة مرتين وبعدها خلاص تدخل معي اللعبة وما يصير أي مشكلة نهائيا معي. طبعا بالانتظار على ما تدخل معنا. وبصراحة بصراحة يا شباب يعني أكثر من 11 يوم مرة مستانس وألعب، وفعلا كل شيء رسمي معي وكل شيء تمام، حيوانات أسطورية تظهر معايا، أحداث كثيرة تظهر معايا بدون أي مشاكل، لا هاكات، والله صراحة يعني ما أدري إيش أقول لكم. يعني أنا بس لعبت معهم يومين وبعدها قلت يا إني أحذف اللعبة هذه يا أشوف لي حل، لازم أخذ لي سولو لوبي، وفعلا الحمد لله وجدت هذه الطريقة، هي أنسب طريقة ومضمونة 100%. طيب الظاهر إن كرشت اللعبة، راح أقفل برنامج التسجيل وأرجع من جديد. والآن دخلت معي اللعبة والأمور طيبة زي ما تشوفوا، شغالة معي اللعبة بس إنه اليد معلقة معايا. ثواني، طيب وين اليد؟ طبعا دايما الكنترول يفصل معي صراحة، ويمكن السلك يبغاله تغيير، خلينا بس تشبك حتى شاحن الفارة خلص. طيب ثواني، دحين احنا سلو لوبي، ثواني. طيب خلاص الان شغالة معي الحمد لله، والان انا حاليا سلو لوبي. طبعا زي ما اقول لكم اذا واجهتكم كراش، يعني مثلا اللعبة طفت من عندكم فجأة، عيدوا اللعبة من جديد. يعني حاول انك تخفف البرامج اللي تضغط على رامات الجهاز تبعك، غير كذا ترى 100% شغال معي. في تعليقات تخشوا على المنتدى اللي ترك فيه صاحب الموضوع هذا، ترك طبعا الرابط عشان تنسخوا النصوص، انت شوف وش اللي كاتبه طبعا وش التعليقات. في ناس يقول لك ما هي شغاله لها اكثر من شهرين، في ناس يقول لك تعمل 100%، وفي ناس مستانسه وفي ناس زعلانه وفي ناس يطالبوا بانه يسوي طبعا حركه جديده. وانا والله شغال معي زي ما تشوفوا طبعا، ما يعني وصراحه كان مدينة انزل من اول يوم، يعني هو الموضوع يبغى له دقيقتين بس اشرح لكم اياه كوبي بيست وخلاص. بس والله للأمانة أنا بكون صادق معكم، يعني ما راح أسوي شيء إلا أنا متأكد منه، وفعلا بعد ما تأكدت وجربت ولي أكثر من 10 أيام الحمد لله الأمور زي العسل والأمور سعادة. يلا يعطيكم العافية، أتمنى الفيديو كان مفيد لكم، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي كل جديد. وعدتكم أني بشتري بي سي وحظبطكم يحكون البي سي زي ما ظبطت جماعة الكونسولز. أشوفكم على خير، انتبهوا على صحتكم، في أمان الله، مع السلامة.